نروح بقى لدرجات الحرارة زي ما متعودين مع حضراتكم، نشوف ايه درجات الحرارة والأحوال الجوية في المحافظات المختلفة. بنبدأ دايما بالقاهرة، والقاهرة النهاردة بتسجل 31-19، الجو في العموم هو جو مشمس. اسكندرية 26-19 غائم جزئي، ومرسى مطروح 26-17 غائم جزئي أيضا، الغردقة 35-22 أيضا غائم جزئي. هنروح كمان للعالي شرم الشيخ هنلاقيها 38-23، الإسماعيلية 31-16، بورسعيد 25-19، والسويس 31-18، والطقس فيها مشمس الحقيقة في أربع محافظات اللي حضرتك اللي ذكرتها لحضراتكم دلوقتي. المنيا 32-18، سوهاج 34-19، الأقصر 37-21، وأسوان 38-24. هنروح كمان ل ايه الجاي شباب؟ العريش. العريش، العريش 27-16، نخل 31-13، طابة 32-17، والطور 32-22، والطقس فيها مشمس. نروح لكاترين 29-12، مرسى علم 34-25، شلاتين 34-24، وحلايب 36-26، والجو في العموم غائم جزئي ما عدا كاترين زي ما حضراتكم شايفين مشمس. وكمان هنلاقي مع حضراتكم انه كاترين او وسط الدلتا، احنا رحنا وسط الدلتا ولا لا؟ هنختم بوسط الدلتا. وسط الدلتا 31-18، دمياط 25-20، بلطيم 26-17، والفيوم 31-19. خلينا نأمل إن الأيام اللي جاية ويعني في رمضان زي ما احنا عارفين يكون كده الجو، ونتمنى إن هو يكون تحت ال 30 علشان برضو اليوم يبقى خفيف. هي دراسات الجو بتقول إن هو يبقى فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. طبعا طقس النهاردة لطيف على السواحل الشمالية، لكنه كمان هيكون معتدل على الوجه البحري والإبلي مساء، لكنه فيها هيكون ارتفاع في درجات الحرارة الفترة الجاية، وهيبدأ ده بالانخفاض في اول ايام شهر رمضان اعتبارا من السبت وحتى الاثنين هيكون فيه انخفاض في درجات الحراره. كويس عشان احنا نبقى صايمين، وهتبقى امتصاص الصدمه الاولى. الصدمه الاولى معايا انا ومحمد عبده يوم السبت ان شاء الله، هيكون اول يوم درجات الحراره هنا يعني الحمد لله شويه مش مرتفعه زي ما بتقول هيئه الافراد الجويه، تمنيت ان يكون ده صحيح الحقيقه.